إلى قطر، ومراسلنا المميز دوما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 يوصف لنا الأجواء دلوقتي. أجواء عظيمة جدا، وواضح أنه كمان معاه جماهير وفي مكان عظيم جدا كمان كعادة محمود شاكر. بالتأكيد ألف سلامة محمود، عارف أنك تعبان شوية وصوتك رايح شوية، مش عارف أنت كنت بتشجع ولا صوتك صحيت من نمت صحيت لقيت صوتك رايح كده. محمود عامل إيه؟ كل التحية لك يا كريم، وكل التحية لمشاهدينك الكرام في كل مكان. صوتي بس تعبان شوية من التشجيع، أكيد مش من حاجة تانية. طيب طبعا محمود، أنا محمود محمود هقطعك بس أقول لك حاجة، لو هديت صوتك شوية هنسمعك يعني. أنا عارف إن أنت تحب دايما تتكلم بحماس، بس عايز أحافظ على صوتك بس. حاضر أكلمك كده صوت كويس كده صوت كويس. اتفضل يا محمود. معايا إحدى الجماهير المغربية، عاوز أسأله عن مباراة بكرة، مباراة المغرب، والمباراة الصعبة جدا المغرب بكرة. عاوز أعرف رأيه بعد المنتخبات العربية النهاردة والمشكلة اللي حصلت تونس السعودية وخروجهم المفاجئ. عاوز أسأله توقعاته لمباراة المنتخب المغربي بكرة. تحياتي أولا للشعب المصري العظيم من قطر مستضيفة كأس العالم، وتحية لكل من يشاهد قناتكم الجميلة قناة الفضائية المصرية الأولى. أما بخصوص مباراة المغرب، إن شاء الله نتمنى أن تكون مباراة في المستوى. عندنا حظوظ كبيرة للتأهل، إما تعادل أو الهزيمة بأقل الأهداف، ونتمنى أن نكون يعني منقذين الأمل العربي بعد هذه الخيبات اللي تلقيناها اليوم. يعني صدمات وراء صدمات، يعني خبطة في الرأس توجع يعني اليوم تونس السعودية. ونتمنى من الجمهور العربي أن يتكاتف من خلال التلفاز أو اللي في قطر يشجعونا، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ترضي جميع الإخوة العرب إن شاء الله. هل اللي حصل النهاردة ده ممكن يكون درس إنذار للمنتخب المغربي غدا؟ أكيد أكيد طبعا. المغاربة الآن يفكرون تفكيرين، يعني كيف يتجاوز هذه الصدمات، وأيضا كيف يعني حفظ مأوج الفرق العربية. ولذلك غدا إن شاء الله سوف نكون وراء مجندين وراء منتخب المغربي الذي يمثل العرب اجمعين، وبالتوفيق لنا ولكافة الشعوب العربية، وتحية مصر. عجبنا النيوك اللي هو عامله ده كريم اكيد. ومعايا برضه توقعاته محمود، اساله عن توقعاته على الماتش قبل ما يمشي ولا مشي خلاص. توقعاتك المباراة غدا؟ ان شاء الله يا اما 1-0 لمنتخبنا او التعادل، ما ننهزمش ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليكم، تحية مصر. حبيبي معايا طبعا احد المشجعين السعوديين، جماهير السعوديه زعلانه جدا يا كريم بعد المباراه هنا. احنا في لوسيل بوليفارد بجانب استاد لوسيل، الناس كلها حزينه جدا جدا. حتى لما اقول لحد تعالى اعمل لقاء، ما يعني الناس كلها متضايقه، بيقول لي هنقول ايه؟ الناس كلها في حاله صدمه كبيره جدا، خصوصا الجماهير السعوديه. ولكن معايا احد جماهير السعوديه، وعاوز اعرف منك رايك في اللي حصل. هل كنت متوقع اللي حصل؟ ايه الاسباب؟ والله التوقع والله ما كنا متوقعين، بظل التنافسيه اللي صايره الحين في الدوري السعودي، بظل زياده عدد الاجانب في الدوري السعودي رفعت مستوى التنافسيه، وانتصرنا باول مباراه. بعد المباراه هذه عقدنا الامل انه ممكن هذه المره تكون ان شاء الله هي، لكن هذا حال الكوره في النهايه. الحمد لله على كل حال 2026 ان شاء الله لنا موعد باذن الله. شايف اللي حصل النهارده ده ليه علاقه بهيرفي رينار ولا باللعيبه؟ والله ممكن اللعيبه كانت ثقه زايده منهم بعد مباراة الأرجنتين، الانتصار أعطاهم ثقة زايدة شددتهم في المباراة اليوم. لكن إرفيرناد ما قصر صراحة، غير في المنتخب عندنا. احنا كانت مشاركاتنا الآسيوية ضعيفة، خسرنا في آسيا، لكن في التصفيات هذه المنتخب شفنا تغيير، الله ملك الحمد. وإن شاء الله 2026 الوعد بإذن الله. زي ما أنت شايف كريم، الجماهير السعودية حزينة جدا جدا جدا، وكلهم في حالة صدمة كبيرة جدا، و كلهم يا دوب النوم هنا بس بياكلوا، كله عاوز يمشي يروح، حدش عاوز يتكلم. محمود فطبعا محمود انا مش هطول عليك، الف مليون سلامه. انا بشكرك شكرا جزيلا. لا خالص يا حبيبي خالص، الف سلامه عليك، بس عايزينك ترجع تخف بسرعه عشان بكره ان شاء الله نفرح مع المنتخب المغربي. ربنا يشفيك. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمود شاكر مراسلنا في قطر من التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10. ماشي.